فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: فيدخل في هذا كل ما اتخذ عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام، وإن لم ينوه عنه بعينه كالمكاء والتصدية. نعم، فيدخل في هذا من باب القياس، وهذا ما يسمى بقياس العلة، وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما، هذا قياس العلة عند الأصوليين، وهو دليل صحيح بعد الكتاب والسنة والإجماع القياس، وذلك من قول أبي بكر رضي الله عنه أن هذا من دين أو من عمل الجاهلية. إذن فكل ما كان من عمل الجاهلية من العبادات فهو باطل ومنكر، ولا يجوز للمسلمين أن يعملوا به إلا إذا أقره الإسلام، مثل الحج. الحج كان موجود في الجاهلية، لكن الحج عبادة لله وأقره الإسلام، فيبقى كما كان، مثل صلة الأرحام، مثل إكرام الضيف، هذه أمور من أمور الجاهلية لكن أقرها الإسلام. فما أقره الإسلام فهو حق، ولو كان سبق في الجاهلية وكان موجودا في الجاهلية. أما ما منع منه الإسلام فهو ممنوع من أمور الجاهلية. نعم. قال: كالبكاء والتصدية، فإن الله تعالى قال عن الكافرين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والمكاء الصفير ونحوه، والتصدية التصفيق، فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام. نعم، من عبادات الجاهلية التي لم يشرعها الله المكاء والتصدية، والمكاء هو الصفير، التصدية هي التصفيق. كانوا في الجاهلية يعظمون البيت ويطوفون به ويصلون عنده، لكن يصلون بالمكاء والتصدية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فينهى المسلمون عن أن يدخلوا في عباداتهم شيئا من عبادات الجاهلية كالمكاء والتصدية، وهذا موجود عند الصوفية الآن، مسألة التصفيق للعبادة والصفير وغير ذلك، هذا له من ورثه من أهل البدع، فهو ممنوع، هو ممنوع عند البيت وعند غيره إذا كان يفعل من باب العبادة. إذا كان يفعل من باب العبادة فهو حرام ومنكر، أما إذا كان يفعل من باب العادات وكان هذا من عادات الكفار أو أهل الجاهلية، فأيضا العادات الخاصة بهم لا نتشبه بهم فيها، وبناء على ذلك فالتصفيق للرجال لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لما سمع الصحابة يصفقون في الصلاة، حينما جاء وأبو بكر يصلي بالناس وهم يريدون أن أبا بكر يتأخر، وأبو بكر لم يشعر بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يتأخر، فصفقوا له. فلما صلوا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التصفيق، وقال: التصفيق للنساء، إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال وتصفق النساء. فإذا كان التصفيق للرجال ممنوعا عند الحاجة إليه، إذا كان ممنوعا عند الحاجة إليه في الصلاة لتنبيه الإمام فكيف يعمل بدون حاجة، وإنما هو لتقليد الكفار في حفلاتهم ومناسباتهم، فهذا من التشبه بهم، وليس هو للرجال، وإنما هو من عادات النساء. والرجل لا يتشبه بالمرأة، لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. فالتصفيق للنساء والتسبيح للرجال.